السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، معكم ميسيو محمد شعبان وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسيو محمد شعبان. لو أنت أول مرة في القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديو أنزله ويجي لك إشعار على الموبايل بالفيديو اللي أنا بنزله. ولو أنت أول مرة في القناة برضو ممكن تخش على قوائم التشغيل وتختار أي فيديو أنت عايز تشوفه، سواء حل تمارين او شرح قواعد على السبورة او قراءة كلمات، اي حاجة هتلاقيها ان شاء الله داخل قوائم التشغيل. ان شاء الله النهارده يا شباب موعدنا مع حل 3 امتحان من الامتحانات اللي في الكتاب بتاع برافو، كتاب امتحانات المحافظات. ان شاء الله النهارده هنحل الثلاث امتحانات، اول ثلاث امتحانات من المحافظات بعد العشرة الاوائل. هيبقى النهارده ان شاء الله امتحان ال11 وال12 وال13، اول ثلاث امتحانات في المحافظات. وقبل ما نخش على طول لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ويلا بينا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الامتحان الاولاني من امتحانات المحافظات يا شباب هو امتحان محافظه الجيزه، اداره بلاق الدكرور. والامتحان دوت اول حاجه فيه طبعا بتبقى الوثيقه، والوثيقه اللي قدامي دلوقتي اول حاجه فيها بونجور اتو، يعني صباح الخير الى الجميع. فواسي ما كوبين فرانسيز دو ليسي، ها هي صديقتي الفرنسيه في المدرسه. السابيل ليا، هي اسمها ليا. ان اليني لو نيف اكتوبر، هي مولوده يوم 9 اكتوبر. ال 14 عندها 14 سنه. ال ديتيست لو ديسان، هي بتكره الرسم. الادور لا ميوزيك، هي تعشق الموسيقى. الي تيميد، انها خجوله. اي انتيليجونت، وذكيه. موا، انا. جيم لو شون، انا بحب الغناء. اي جسوي سوسيابل، وانا اجتماعيه. واللي كتب الكلام ده اسمه ايه يا شباب؟ ساره. اول سؤال يا شباب في الوثيقه ديت بيقول ليا نيمبا، ليا ما بتحبش ايه يا شباب؟ بتحبش ايه؟ الرسم، ما بتحبش الرسم. ساره ايه؟ سوسيابل. ساره ايه؟ ليا سون كوبين، يعني صديقات. ليا ا 14، عندها 14 سنه. الوثيقه الثانيه يا شباب عباره عن ايميل، الايميل دوت مبعوث من هاله الى ندى، وموضوع الايميل ما شومبر، يعني حجرتي او غرفتي. سالو ندى، كومو سافا، كيف حالك؟ سي لا فوتو دي ما ميزو، هذه هي صورة بيتي. اي لا فوتو دي ما شومبر، وصورة حجرتي. ما شومبر اي بوتيت، حجرتي صغيرة. مي، لكن. الي بيان رانجي، منظمة جدا. كلمة لكن دي يا شباب اللي هي مي مهمة جدا وبتيجي في معظم الوثائق. الي بيان رانجي اي بيل، هي مرتبة جدا، مرتبة جدا وجميلة. جي ان اورديناتير، انا عندي كمبيوتر. اي ان راكت دو تنس، ومضرب تنس. جوني با دا كالندريه، انا ما عنديش نتيجه. جيم بوكو ما شومبر، انا بحب كثيرا حجرتي. اي توا وانتي كومو اي تا شومبر، كيف تكون حجرتك؟ تونامي هالا، صديقتك هالا. اول سؤال بيقول سودو كومو اي، هذه الوثيقه تكون ان ديالوج، والحوار ولا نص ولا استماره ولا ايميل؟ هو طبعا ايميل. رقم 6، لا شومبر دي هالا ني با، حجرة هالا لا تكون جروند. جروند يعني كبيرة، يعني لا تكون كبيرة، يعني هي صغيرة. لا شومبر دي هالا، في حجرة هالا اليا يوجد كمبيوتر. هالا ايم، هالا تحب السبور، يعني الرياضة، عشان هي عندها مضرب تنس، يعني بتلعب تنس، يعني بتحب الرياضة. المواقف اللي عندي يا شباب، اول موقف بيقول تو بارل دي كاركتير دي تون بروفيسور دي فرنسي، انت تتحدث عن شخصية، عن السمة الشخصية لمدرس الفرنساوي بتاعك. تو دي، انت تقول. هنقول سمة شخصية للمدرس، هنقول الي سوريون اي سامباتيك، هو مبتسم ولطيف. لكن هنا انه يكون مدرس، وهنا هو عنده 40 سنة، وهنا هو اسمه مجدي. تو بريزونت اي ايدونتيفي، انت تقدم وتحدد هوية تون كوبادي كلاس، صديقك في الفصل. تو دي، انت تقول. عايزين نقدمه ونحدد هويته، صديقك في الفصل. خلي بالك قال لك صديقك في الفصل، لازم تركز. هنا رامي جاري في الحي، هنا رامي جاري في صديقي في الباسكت، وهنا انسي بريكوبا صديقي المراسله، وهنا اميدو ليسي يعني صديقي في المدرسه. يبقى هي دي الاجابه الصحيحه.
تون اميتو دو موند سيكيليا دون تطوس تودي صديقك يسألك ماذا يوجد في المقلمة بتاعتك أنت تقول إليا دي فورنيتير سكولير يعني يوجد أدوات مدرسية. رقم 12 لو بروفيسور تو دو موند المدرس يسألك تا دات دانفرسير تاريخ ميلادك إل دي هو يقول هيسألك عن تاريخ ميلادك هيقول إيه هيقول كون تو إيني متى أنت ولدت. تو دوموند ا تون امي سوناج انت بتسأل صديقك سوناج يعني عمره تو دي انت تقول هنقول كيل اج ا تو. تو دوموند ا تون امي سون ادريس انت بتسأل صديقك عن عن تو سون ادريس يعني عنوانه ال دي هو هيقول انت تسأل هو يقول يبقى هو هيقول اجابه والاجابه الوحيده هي جابيت جابيت كانز ري السلام جابيت 15 شارع السلام. تمام تو برون كونجي دي تي كوبا انت بتستأذن للانصراف فيرب مهم جدا بروندر كونجي تو برون كونجي دي تي كوبا انت بتستأذن للانصراف من اصدقائك تو دي انت تقول اوريفوار يعني الى اللقاء. سؤال القواعد يا شباب اليكس ايم نقط جو فيديو جو فيديو يعني العاب الفيديو هي كلمة جامعة تبقى ليه تون انيفرسير سي عيد ميلادك يكون من ولا اي ولا متى ولا ماذا طبعا متى ايه النقط لا ميزيك ايه افيك اس يعني الفيرب هيجي متصرف معاها مع اخر او ان تي اليكو بعد منى سون اصدقاء منى يكونون هنا هوصف منى ولا هوصف الاصدقاء لا هوصف الاصدقاء اصدقاء منى يكونون إيه عايزين هناك صفه جمع مذكر هتبقى بافار. السؤال العشرين نقط ات دي فوزا دي كارتيه هنا فيرب اتر بتصرف مع الفو فوزيت نوت سي سي تان فوزا دي كلاس ان فوزا دي كلاس يعني دوت شخص عاقل يبقى كي سي من هذا جار في الفصل. نادية اي ني نوت مارس مارس اسم شهر والشهور كلها بتاخد حرف الجر اون. جابيت ا الكسندري انا بسكن في اسكندرية اي توا وانت بتسكن فين. السؤال اللي بعد كده يا شباب والسؤال الايميل وبيقول كومون سابيل تون كوبا كيف يسمى صديقك الى كيلاج عنده كم سنه ايه الابيتو وهو يسكن فين اوريفوار. طبعا اول حاجه انزل بيها هي سالو وهقول او مون كوبا سابيل علي صديقي يسمى علي الا كانزو عنده 15 سنه الابيت اوكير هو بيسكن في القاهره. السؤال الاخير يا شباب بيقول لك باغل دي تيجو تكلم عن ميولك تيجو كلمه تيجو يعني ميولك او اذواقك او اهوائك. تمام ومديك هنا الماتير المواد سبور الرياضه كولير الالوان. طبعا عملناه قبل كده بس طبعا هننزل باجابته تاني عشان اللي ما شافش الفيديو اللي احنا حليناه فيه وهنزل لك اجابته حالا. تاني امتحان من امتحانات المحافظات امتحان محافظة البحيرة ادارة ادكو ايه الوثيقة اللي قدامي بونجور اتوس جو مي بريزونت انا اقدم نفسي جو سوي نادين ليو انا اسمي نادين ليو جي كاتورزو عندي 14 سنة جابيت ا منصورة اسكن في المنصورة جو سوي ايليف او ليسي انا طالبة في المدرسة الثانوية لويس الحادي عشر جو سوي سوسيابل اي سوريونت انا اجتماعية ومبتسمة جي تروا كوبين دي باسكي انا عندي ثلاث صديقات في لعبة الباسكت نهلة ام لا ميزيك نهلة بتحب الموسيقى ولا تحب الديسين الرسم نرمين بتحب السينما وبتكره السيرك نادين. تمام اول سؤال يا شباب بيقول نادين نادين عندها كم سنة يا شباب قالت ان هي عندها 14 يعني 14 سنة. نادين تروا كوبين ثلاث صديقات نرمين دي تيست نرمين بتكره ايه يا شباب قالت ان هي بتكره السيرك. نوت ايه سوريونت تكون مبتسمة نرمين هي نرمين ولا نادين لا نادين نادين هي اللي مبتسمة طبقا للوثيقة. الوثيقة التانية يا شباب جو مابيل زوي انا اسمي زوي جو سوي فرانسيز انا فرنسي جي كانزو عندي 15 سنة جو سوي ني اون اكتوبر انا مولودة في شهر اكتوبر. تمام خلي بالك هنا كلمة ني هنا في المؤنث معنى ذلك ان اسم زوي ده اسم بنت وجي سوي فرونسيز انا فرنسيه يعني هي اسمها يعني دي بنت محدش فكر ان هي ولد.
جابيت اباغي، انا اسكن في باريس. جي ام فرير، انا عندي اخ. السابيل اليكس، هو اسمه اليكس. الادور لو فوتبول، هو يعشق كرة القدم. اول سؤال بيقول زوي عندها كم سنة؟ زوي عندها 15 سنة، يبقى عندها 15 يبقى كان زون. زوي ابيت، زوي بتسكن فين في باريس؟ زي ما هي قالت في الوثيقة. اليكس ام، اليكس بيحب كرة القدم، وكرة القدم رياضة، يبقى لو سبور. زوي عندها اخ، يبقى ان فرير. المواقف يا شباب، تو دو موند اتونامي لا دات دوجوردوي. تو دي، انت بتسأل صديقك تاريخ اليوم. تو دي انت تقول، لا دات التاريخ، تاريخ اليوم. هيقول هو، وانت تسأل، هو انت تسأل، انت تقول، يعني انت كده هتقول سؤال، تسأل عن التاريخ، هتقول كيلي لا دات اجوردوي، ما هو تاريخ اليوم. لكن كل جور سومنو، هنا بيسألك عن اليوم، يعني هتقول له سبت، حد، اثنين، ثلاث، اربع، خميس، جمعة، تمام. لكن التاريخ حاجة تانية خالص. انا مي تو دوموند لا دات دي توني سونس، صديقك يسألك عن تاريخ ميلادك. تو دي انت تقول، هيسألك انت هتقول، يبقى انت هتقول إجابة، هتقول سيلو دي جوا، انه يوم 10 يونيو، يوليو، يونيو. تون بروفيسير تو دوموند، صديقك مدرسك يسألك. سكوتو وا دانتون ساكادو، ماذا لديك في شنطة ظهرك؟ تو دي انت تقول، هتقول اليا دي ليفر اي دي كايي، يوجد كتب ويوجد كراريس. السؤال الأخير يا شباب، سؤال رقم 12، تو ايدنتيفي ان اوبجي، انت تحدد هوية شيء ما. تو دي انت تقول، شيء ما يبقى نتكلم عن شيء مش اشخاص، يبقى ستان جوم، ستين جوم يعني هذه استيك. تو برون كونجي، تستأذن الانصراف من اصدقائك. تو دي انت تقول، ابليس يعني الى اللقاء. تو دوموند اتون كوبا سيجو، انت بتسأل صديقك عن ميوله. سيجو، سيجو يعني هتدور على احد افعال الميول، اللي هو ايمي يحب، بريفيري يفضل، ديتستي يكره، ادوري يعشق، تمام. هتقول ايه بقى؟ انت تسأل، انت تقول، وبتسأل صديقك، يبقى هتقول له كيسك تو ام، ماذا انت تحب. تو تي بريزونت، انت تقدم نفسك الى، انت تقدم نفسك الى صديقتك. انت تقول، هتقول ايه؟ جو مابيل سامي، انا اسمي سامي. القواعد يا شباب، اول واحد بيقول نوت ام لا بانتير، يحب الرسم، ان ما فيش فاعل في الجمله، يبقى انا بسال عن الفاعل، وبسال عن الفاعل العاقل ب كي، كي يعني من، كوا يعني ماذا، كومو كيف، كو ماذا. نوت تو بريزونت لا مير دي ستيفان، طبعا هنا جايب لك نوت، عايز هنا ضمير، الضمير اللي في الاول هنا لازم يبقى ضمير فاعل. ليه؟ لان هنا جاي لك بعد الضمير الفاعل اللي هنا تو بريزونت، وهتلاقي بريزونت هنا متصرف مع ضمير الفاعل اللي هيبقى هنا، تمام. لان احنا قلنا قبل كده، لما يكون عندك اتنين ضمير ورا بعض، واحد هنا هو اللي فيه النقط، والتاني اللي هو التو ده، هو الفاعل اللي هنا يتبع الضمير الاولاني، الفعل اللي هنا يتبع الضمير الاولاني. هتبص على الفعل ده، هو هتلاقيه متصرف اخره او، يعني متصرف يا اما مع الجو يا اما مع الايل، تمام. يبقى انا اختار هنا دي تنفع معايا، بس دي اللي بتبقى اخرها او مع الضمير ال، ان دي بيبقى اخرها او اس ما تمشيش، ودي او ان تي، ودي او ان تي، يبقى الاجابه الصح هنا هتبقى ال، تمام. يا رب تكونوا فهمتوها. سهى ايه منى؟ سهى ومنى دول يكونوا ان امي ولا ولا افو ان امي؟ سهى ايه منى دول اتنين، تمام. اتنين دول يعني نحط مكانهم كده الضمير ال افيك اس، عشان ابقى فاهم، عايز هنا بقى ايه؟ فعل يعبر عن معنى صحيح، هن يكونوا صديقة ولا هن لديهم صديقة؟ هنشوف. هنا سو يعني يكونون صديقة ما تمشيش، لديهم صديقة تمشي، وهنا سوم وهنا افو ما تمشيش مع الايل افيك اس، يبقى الاجابة الصحيحة هي او ان تي. لورا ادي كرايو، كرايو جمع مذكر، يبقى عايزين صفة جمع مذكر تبقى فير. سامي ان، سامي لديه ان ايه؟ ان جم، جم هي الوحيدة الكلمة المؤنثة في الكلمات اللي قدامي. 20 ال نابا نوات فرير،
فرير هنا كلمة جمع، تمام؟ فأي حد هيشوفها جمع هيجري يختار دي، أقول له غلط، يقول لي ليه يا ميسيو؟ هقول له أنت ناسي إن الجملة منفية، وفي حالة إن الجملة تكون منفية الدي أو الآن أو الإن بيتحولوا إلى دو، تمام؟ يبقى هنا هنحط إيه؟ دو. طبعا مع ده مع فيرب اتر، وده هنا فيرب افوار، يبقى اشتغل عادي. هلا ايه سي زامي؟ هلا واصدقائها سو يكونون، هلا واصدقاء، هنا و يعني جمع، دول كلهم جمع، يبقى هنا جمع ومذكر، لان هلا مؤنث وامي هنا مذكر، يبقى يتعاملوا كانهم جمع مذكر. فانا هنا عايز صفه جمع مذكر، فهتبقى اردنيه. فوسي نقط لامي دي نيكولا. لامي هنا كلمه امي جمع مذكر، فهتاخد ال او اس لزامي دي نيكولا. ها هي اها هم اصدقاء نيكولا. السؤال اللي بعد كده يا شباب سؤال الايميل، وبيقول لي سالو كومو اي تا شامبر، كيف تكون حجرتك؟ كيسكو تو يا دان تا شامبر، وماذا لديك في حجرتك؟ وكيلي لا كولير دي تا شامبر، وما هو لون حجرتك؟ اوريفوار، الى اللقاء. هقول ما شامبر اي جروند، حجرتي كبيرة. هقول دان ما شامبر اليا ان اورديناتير، يوجد كمبيوتر. وهقول ما شامبر اي روج، حجرتي تكون حمراء. السؤال الاخير يا شباب هو سؤال السوجي، وبيقول لك بريزونت تون سيبر كوبا، قدم صديقك على النت. لازم تترجم الجملة دي صح، محدش يقول لي قدم نفسك الى صديقك على النت، لا، تبقى انت عارف الفرق بين بريزونت وبريزونت لو لقيت بريزونت يبقى قدم نفسك الى فلان، او بريزونت حد الى حد، لازم تترجم صح، او بريزونت توا قدم نفسك، او تي تي بريزونت قدم نفسك برضه. هنا بيقول لك بريزونت تون سيبركوبا، يعني قدم صديقك عبر النت، وهتتكلم عن العمر والميول وكاركتير يعني الشخصيه، تمام؟ هنزل لك اجابته ان شاء الله حالا. الامتحان الثالث من امتحانات المحافظات، محافظة الفيوم. سالو، سلام، جو مابيل بيير، انا اسمي بيير. فواسي مي كوبان دو باسكي، هؤلاء اصدقائي في لعبة الباسكت. ال سابيل نيكولا تيو اي ماتيلد، هم اسمهم نيكولا وتيو وماتيلد. الزون كاتورزون، هم عندهم 14 سنة. الزم ليزاكتيفيتي مانويل، هم يحبون الانشطة اليدوية. نيكولا اي تيميد، نيكولا خجول. الديتست ليمات، هو بيكره الرياضيات. الى جيوغرافي والجغرافيا. تيو اي سوريون، تيو يكون مبتسم. الام بوكو لا لكتير، هو يحب كثيرا القراءة. الو ديسين والرسم. ماتيلد اي سوسيابل، ماتيلد يكون اجتماعي. ال ادور، ماتيلد تكون اجتماعية. ال ادور سيرفي سير انترنت، هي بتعشق التصفح عبر النت. الأسئلة اللي قدامي يا شباب، أول سؤال بيقول بريير بريزونت، بير بتقدم، سي كوبا يعني أصدقاء. نيكولا عنده 14 سنة يبقى 14. تيو أدور، تيو بيعشق لوديسا الرسم. تي بيير سي كوبا إيم، بيحبوا إيه؟ لو باسكت بول، الباسكت بول اللي هو التنس. الأسئلة التانية، بونجور، صباح الخير، جمبابيل أليس، أنا اسمي أليس. جي ان جراند شامبر، انا عندي حجره كبيره. الي جراند جي، الي رونجي، هي منظمه. ضم شامبر، في حجرتي. اليا ان بيرو، يوجد مكتب. ادو شيز، واثنين كرسي. سير لو بيرو، على المكتب. اليا، يوجد ان اورديناتور، مكتب. ان جراند ساك، ادو يعني شنطه ظهر كبيره. اي انتغوس فيرت، ومقلمه خضراء. جي دو سيبر كوبا، انا عندي اثنين اصدقاء مراسلة عبر الانترنت. اليكس ومارك، السون جيمو، هما اثنين توأم. اليس ديكري، اليس توت، اليس دي بتوصف ايه؟ توصف حجرتها، يبقى سا شومبر، سا شومبر يعني حجرتها. لا شومبر دي اليس، ايه حجرة اليس؟ تكون رونجي يعني مرتبة، رونجي مرتبة. ساعات غوس ايه، المقلمة بتاعتها تكون فيرت يعني خضرة. اليكس ايه مارك او لو ميم، اليكس ومارك تكون لو ميم، يمتلكون نفس ايه،
نفس العمر، لان هما اتنين توأم يبقى نفس العمر، يبقى اج. تو دوموند ان كوبا سوناج، انت بتسأل صديق، سوناج يعني عمره، تو دي انت تقول، هتسأل عن العمر انت تقول، هتقول كيلاج تو أ، كم عمرك. تو دوموند ان فوازان سون نوم، انت بتسأل جارك عن اسمه، ال دي انت تسأل، هو يقول، يبقى هيقول اجابة، هيقول انا اسمي علي، جو مابيل علي. رقم 11، تو دوموند اتون امي، انت بتسأل صديقك، لا دات دي سون انيفرسير، تاريخ ميلاده، تو دي انت تقول، تون انيفرسير سيكوند، عيد ميلادك يكون متى. تي دي كريتون بير تو دي، انت بتوصف ابوك، انت هتقول اللي سوسيابل، اللي هو اجتماعي. تون بوتي فرير تو دوموند، اخوك الصغير يسألك، لو ستيلو، القلم الجاف، كيسكو سي، ما هو. تو دي انت تقول، هتقول ستين فورنيتير سكولير، يعني هو احد الادوات المدرسية. رقم 14، تو دوموند عن كوبا ساكولير بريفري، انت بتسأل صديقك عن لونه المفضل، انت تقول، انت تسأل، انت تقول، يبقى سؤال، سؤال عن اللون، هنقول كيل كولير تو بريفير. تون كوبا مونج بكو، يأكل كثيرا، تو دي انت تقول، الي جورمو، هو كثير الاكل. جيم لوديسا، انا احب الرسم، ايه توا، وانت دمت روس في المقلمة بتاعتي، جي ان توب دي كول، يعني يوجد معايا انبوبة لس ان توب دي كول. رقم 18، مون انيفرسير، عيد ميلادي، سي نوات كانز مارس، وقلنا ما نشوف رقم وبعدين الشهر، يبقى هنا هختار لو، لو كانز مارس. تو اي كيلاج تو اس، تو تبقى افوار، بيبقى معاها اس. نوات ال سابيل، كومو ال سابيل، ما اسمه، كيسكو تي ام اوليسي، ماذا انت تحب في المدرسه. ساره، ايه ساره ديت مفرد مؤنث، يبقى على طول هنختار ني، ني هي اللي تمشي مع المفرد المؤنث. طه، ايه طه يكون هنا مؤنث، هنا مؤنث، هنا تمشي مؤنث ومذكر، يبقى سوشيال. سالو كيلاج تو اي عمر انت لديك. كونتي اني، متى انت ولدت. كيل سبورت تو ايم، اي رياضه انت تحب. هقول جي كانزو، عنده 15 سنه. جي سوي ني، 23 ماي مثلا، انا مولود 23 مايو. كيل سبورت تو ايم، واي رياضه انت تحب. هقول جيم لو فوتبول، وانا احب كره القدم. اخر سؤال يا شباب، ديكري تون كوبا، اوصف صديقك، وهتقول سمته الشخصية ولونه المفضل وميوله، وهنزل لك إجابته إن شاء الله حالا. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا الثلاثة الامتحانات، أتمنى إن أنت تكون استفدت، ولو أنت استفدت ما تبخلش إن غيرك يستفيد. شير للفيديو لكل اصحابك عشان الكل يستفيد، وما تنساش تضغط لايك لو الفيديو عجبك وانت استفدت، واكتب لنا تعليق تشجيعي او عندك ملاحظه عايز تقولها اكتب في التعليقات، واستنونا ان شاء الله في الفيديو القادم والثلاث امتحانات اللي بعدهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.